Ladies and gentlemen, please stand up for the National Anthem of Australia.
الأوزبكي عليم أريفوف هنا لمتابعة أحداث اللقاء الأخير في الجولة الثالثة الأخيرة. من ستكون الغلبة؟ أستراليا باللباس الأصفر على يسار السادة المشاهدين، منتخب أندونيسيا بجماهيره الحاضرة هنا على استاد الشيخ عبد الله الخليفة بنادي اليرموك، لأيضا قدم إلى هذه المقابلة بقيادة المدرب نوفا أريناتو. أريناتو الذي قدم بتشكيلة يعني بنفس التشكيلة الجولتين الماضيتين. انطلق شوط المباراة الأول بقيادة تحكيمية سعودية، لأيضا نتابع واحدة من اللقاءات المثيرة والمهمة والمهمة جدا للمنتخبين. رافا آل قاسيمي حارس مرمى أندونيسيا، ظهير أيمن دانييل ألفيريدو كظهير أيمن، ظهير أيسر فابيو أزاكروان، وأيضا قلبي الدفاع ما بين بوتو أريوان وماثيو باكر، ماثيو ريان باكر قلب الدفاع مع أريوان، وأيضا في وسط الميدان محمد جولاني وأيضا فلاروشتا وسيهادان، محمد كزاني ومحمد جولاي في وسط الملعب لمنتخب أندونيسيا مع أيضا قيادة هجومي موشامات ميرزا وفضلي هينيكا. هذه التشكيلة التي جاءت من المدرب الذي كما ذكرت نوفا أريناتو يعي كثيرا في مثل هذه اللقاءات وهو حذر، وهذا ما رأيناه في الجولتين الماضيتين عندما التقى أمام جزر الماريانا مع أيضا منتخبنا الأزرق للناشئين. أستراليا بنفس الأسماء وبنفس الطريقة باختلاف يعني واحد من اللاعبين ميلز ميرنر الذي يغيب عن التشكيلة الأساسية، ولكن الأسماء هي الأسماء التي جاءت في الجولة الثانية مع في لقاء منتخبنا الوطني في أيضا الجولة الماضية. في حراس المرمى جاي أغانوفيتش، في خط الدفاع تشارلي باركن وألكسندر غاربوفسكي مع كريستيان بوليلا، في أيضا قلبي الدفاع بيسيان كوتوليتشي، في الظهير الأيسر أنستاسيو، في وسط الميدان مع أيضا جاي ميلز وأيضا الكابتن وقائد المنتخب الأسترالي ماك نيكول ونيكولاس ألفارو، في أيضا قيادة هجومي منتخب أستراليا أنتوني ديدوريكا وأيضا الأسمراني أميلاني تاتو. هذه أيضا الأسماء التي جاءت من المدرب براد مالوني لأيضا ليقابل منتخب أندونيسيا أحد المنتخبات المتطورة آسيويا سواء في أيضا الناشئين أو على سبيل الشباب أو الأولمبي أو حتى الفريق الأول اللي شاهدناه في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى 26 في أمريكا وكندا والمكسيك. وهنا التسديدة، التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. أين منتخب أندونيسيا اللي حقق يعني مباراة وتعادل مثير مع المنتخب السعودي هنا يعني في أيضا تصفيات كأس العالم لأيضا يعني المؤهلة عن قارة آسيا. كما تعلمون وكما نسأل ونتساءل ولعلنا نلاحظ كثيرا عما رأيناه في المنتخبات التي كانت متواضعة قبل 10 سنوات وقبل 15 عام وعشرين عام، تجد الآن هذه المنتخبات تطورت كثيرا في أيضا تحقيق الصورة المثالية لبلدها لبلدانها، لأيضا الاهتمام والتحضير في الأكاديميات والتحضير أيضا في إعداد يعني منتخب على المنتخب الأول على سبيل الناشئين ثم الشباب والأولمبي والفريق الأول. الحديث عن فيتنام، الحديث عن النيبال، الحديث عن تايلاند، الحديث عن أندونيسيا، الحديث عن الأسماء وعن أيضا المنتخبات التي تطورت، المنتخب الهندي والمنتخب الأفغاني أسماء تطورت وبشكل أيضا نتابع تدريجيا وتباعا في أيضا إذا ما استعرضنا كثيرا من أيضا التحضيرات التي رأيناها مؤخرا لهذه المنتخبات التي تتطور تدريجيا
وبعمل كبير يقومون به في ايضا منتخب اندونيسيا الاتحاد الاندونيسي، واللي ايضا يعني صحح المسار وجاء بأناس اكفاء وبناس ايضا لديهم الخبره والاداره العاليه في ايضا تطوير اندونيسيا بنفس الخطه التي وضعها المنتخب التايلندي والمنتخب الفيتنامي في تلك التحضيرات. محاوله الى الامام مبعده من باركن، باركن الى بوليلا، بوليلا محاوله الى الامام والعرضيه ولكنها الى خارج ارضيه الملعب لايضا لصالح منتخب اندونيسيا. هذه العرضيه التي جاءت وهنا ايضا يعني حارس المرمى رافا القاسيمي، رافا القاسيمي، وايضا المتابعه من الكابتن بوتو اريوان، واحد من ايضا اكثر اللاعبين خبره ولديه تاثير كبير. هذا ما رايناه في اللقاءين الماضيين في الجوله الاولى والثانيه. كره اللعب الان الى تاتو، مقطوعه لايضا عوده الى ديدوليكا، ديدوليكا الان مبعده ولكن اصطدمت بلاعب المنتخب الاسترالي الى خارج ارضيه الملعب. تبقى الى ضربه مرمى للحارس رافا القاسيمي. قياده نتمنى ان تكون يعني ممتازه للحكم الخليجي العربي من المملكه العربيه السعوديه خالد الاحمري، واحد من الحكام اللي اداروا كثير اللقاءات في دوري روشن السعودي. هنا محاوله الى الامام، لا زالت المحاوله لمنتخب استراليا الذي يلعب في منتصف ملعب اندونيسيا ويريد البطاقه المباشره، لان كما تعلمون مشاهدينا الكرام لايضا طريقه التاهل لايضا من تصفيات كاس اسيا للناشئين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب عما راينا قبل اسابيع ايضا تصفيات كاس اسيا للشباب تحت 20 عاما. 10 مجموعات يتاهل المتصدر صاحب المركز الاول مباشره الى نهائيات كاس اسيا التي سوف تقام في المملكه العربيه السعوديه في ابريل لعام 2025. اذا الاول يتاهل مباشره، 10 منتخبات، يتبقى 5 منتخبات تحقق افضل مركز ثاني من كل مجموعه. منتخب اندونيسيا يحاول لايضا يعني خطف البطاقه وايضا المتابعه والتسديد الى خارج ارضيه الملعب. يحاول حصد البطاقه ونيل البطاقه المباشره، وهذا بنفس الهدف وبنفس الطريقه اللي ياتي بها المدرب براد مالوني المدرب الاسترالي مع المدرب الاندونيسي نوفا اريناتو. محاوله نتابع كما نتابعه بالعرض البطيء لاميلاني تاتا، واحد من الاهداف اللي سجل الهدف الاول على منتخبنا من الناشئين في الجوله الثانيه الماضيه، لكن يبقى هل يكون واحد من طموح ومن اسماء ومن مستقبل منتخب استراليا في الاعوام القادمه. تذكروا جيدا تاتو، تذكروا جيدا ماك نيكول، تذكروا اللاعب تشارلي باركن وبوليلا وكوتوليتشي، واحد من يعني 4-5 اسماء رايتها متميزه لربما تكون مستقبل استراليا في المستقبل القادم. كره اللعب الان محاوله لاندونيسيا وسط صيحات لجماهير اندونيسيا الحاضره. تساند منتخب اندونيسيا منذ انطلاقه هذه التصفيات التي بدات في 19 من اكتوبر حتى 17 يوم الختام الذي يجمع المنتخبين. كرة اللعب الآن محاولة إلى الأمام والمتابعة، وهنا أيضا الإبعاد من المدافع بوليلا. كوتوليتشي محاولة لمنتخب أندونيسيا، محمد كازاني إلى كولاني، سهيدان في وسط الملعب، نازريل سهيدان إلى موشامات ميرزا هينكا، محاولة المنتخب الأندونيسي يحاول والقادم بدعم كبير من جماهير اندونيسيا الحاضره في استاد الشيخ عبد الله الخليفه في نادي اليرموك. كما تسمعون الصيحات القادمه والحاضره منذ الساعه 5 مساء اليوم. نتابع الان ازاكاروان، فابيو ازاكاروان خطا على اللاعب فضلي هينجا،
فضلي هينجا وموشاماد ميرزا. تحذيرات شفهية من الحكم السعودي خالد الأحمري للمهاجم موشاماد ميرزا، لاعب تحت 17 عام، يعني كيفية التأسيس ويتأسس وهو الآن يتأسس. تجد أيضا المتابعة والاهتمام من المدربين من براد مالوني ومن نوفا أريناتو في أيضا تحقيق نتائج إيجابية. هنا العرضية للأمام متابعة ولكنها تتخلص، تعود مجددا الآن في الطرف الأيسر، لا زالت محاولات ميكوتوليتشي ولكن إلى حارس المرمى مبعدة، تتخلص. لا زال الضغط الواضح من أيضا منتخب أستراليا اللي يلعب بثقة كبيرة وبإمكانيات عالية، وهذا شاهدناه وتابعناه في الجولة الثانية الماضية. هنا محاولة إلى كوتوليتشي إلى الأمام إلى تاتا ولكن تتخلص. تعود الآن رأسية مبعدة من آريوان ماثيو باكر إلى أيضا ميرزا موشاماد ميرزا إلى فضلي هينجا. هينجا الآن محاولة بالطرف الأيمن ولكن أيضا تجد أيضا الحذر الواضح. 10 دقائق مرت على أحداث شوط المباراة الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين. الفائز سوف يصعد مباشرة ويتأهل إلى المملكة العربية السعودية، يلعب مشوار النهائيات في يعني شهر 4 أبريل لعام 2025. كرة اللعب الآن على القيادة وقاضي هذه المقابلة قاضي خالد الأحمري السعودي الذي أدار لقاءات عديدة في دوري روشن وفي كأس خادم الحرمين الشريفين. لقاء الأول في دوري روشن لقاء الفتح أمام الخلود لانتهى بهدف مقابل الهدف، ثم لقاء الصفا أمام الرياض 3-1 للرياض. الأهلي والعروبة أيضا أدار في هذه التصفيات في مشوار هذه التصفيات. قاي أستراليا أمام جزر الماريانا، كرة اللعب الآن محمد غزاني، غزاني الآن إلى ألفيريدو، 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 دانيال ألفيريدو. هنا المحاولة ولكن أيضا تتخلص. دانيال ألفيريدو، ألفيريدو محاولة إلى سيدان، بدأ المنتخب الإندونيسي ممتع المنتخب الإندونيسي من ايضا اللاعب محمد جولاي. محمد جولاي بعدما تلقى التمريره من اللاعب النازريال سهيدان، محاوله راسيه ولا زالت المتابعه وسط اضطراب من دفاع المنتخب الاسترالي. تتقدم الان انطلاقه سريعه الان، محاوله الى امام يا سلام يا الله على تاتا الأسمراني أميلاني، أميلاني تاتا يتقدم وبسرعة فائقة ولكن البطاقة الصفراء على اللاعب دانيال ألفيريدو. ألفيريدو، دانيال ألفيريدو ينال البطاقة الصفراء في الدقيقة 13. لاحظ التسديدة وبهجمة عكسية بعدما رأينا من محمد كولاي، وأيضا الانطلاقة السريعة من تاتا سوف يكون له شأن في المستقبل هذا اللاعب، تذكروه جيدا أميلاني تاتا في كل مباراة يسجل هدف بل أهداف. إلى نيكولاس ألفارو لاعب المنتخب الأسترالي مع ماك نيكول على التنفيذ الآن الحكم السعودي، إدارة ممتازة إلى الآن. نيكول ماك نيكول نيكولاس ألفارو محاولة للأمام ولكن إلى حارس المرمى رافا القاسيمي. رافا القاسيمي ربع ساعة التي جاءت
من أحداث الحصة الأولى. الشوط الأول كرة اللعب الآن سريعة إلى محمد جولاي، متابعة يمر من الأول، يا سلام يا الله ياه على محمد جولاي. وأيضا فلوراشتا، فلوراشتا اللاعب أفاندرا فلوراشتا اللاعب اللي يتقدم وبعرضية محمد جولاي فعل مع سهيدان، فعل الأصعب، مر من الأول ومر من الثاني، ولكن النهاية السعيدة لم تأتي. هدف يضيع، هدف حقيقة يضيع، هدف وتهديد حقيقي للمنتخب الأندونيسي عن طريق اللاعب فلوراشيستا. أفاندرا فلوراشيستا يضيع هدف محقق من أمام الحارس أغونوفيتش، محاولة إلى الأمام ولكن إلى خارج أرضية الملعب. مباراة فيها إثارة، فيها أداء، فيها مستوى، فيها مهارات. لاحظ الإعادة وبالعرض البطيء كيف مر من الأول ومن الثاني، ولكن النهاية إلى الآن اللي لم يحسن الاستغلال محمد جولاي. أفاندرا فلوراشيستا مع محمد نازيريل سهيدان ومحمد جولاي، أسماء إلى الآن تحقق التوازن في الدفع الثنائي في المقدمة، لي أيضا موشاماد ميرزا وفضلي هينغا. المنتخب الأندونيسي إلى الآن يحاول، بدأ المنتخب الأسترالي الضغط منه الدقائق الأولى، ولكن أيضا كرة من هنا وهناك. من ستكون للغلبة؟ من ستكون للبطاقة المؤهلة إلى كأس آسيا، نهايات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية الشقيقة؟ كرة اللعب وسط الميدان، نيكولاس ألفارو إلى تاتا، ولكن إذا تجد المدافع دانييل ألفاريدو دانييل ألفاريدو إلى الآن يقدم مباراة ممتازة في أيضا الشق الدفاعي والظهير الأيمن. وسط الميدان لنيكولاس ألفارو، نيكولاس ألفارو، العودة إلى كريستيان بوليلا، إلى بيسيان كوتيليتشي، إلى غاربوفسكي كوتوليتشي. وسط الميدان محاولة إلى أنست تاسيو، ماك نيكول مقطوعة، عودة مجددا، يلعب بهدوء واضح وبثقة كبيرة. منتخب الأسترالي ما يميز في هذه التصفيات، واللي ميزة وأبرز صفاته هو أيضا الصبر، ثم الصبر ثم الصبر، يصبر كثيرا في إعداد الفرصة، وهذا سمة اللاعبين الكبار، الهدوء والصبر والتركيز. هو يحقق النتيجة، والمتابعة إلى ألفارو، نيكولاس ألفارو، يا الله لازالت المحاولة، وهنا أيضا يعني خطأ لصالح المنتخب الأندونيسي. ضغط واضح من منتخب أستراليا، بدأ من طريق اللاعب نيكولاس ألفارو. لاحظ نيكولاس الأسمراني الحنطاوي، نيكولاس ألفارو عليه ملامح أمريكا اللاتينية، حتى الاسم نيكولاس ألفارو
يشتهر هذه الأسماء في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. ضغط واضح لأستراليا، الكرة التي اصطدمت بالعارضة، والضغط الواضح من منتخب أستراليا. منتخب أندونيسيا اللي يلعب ضمن إمكانياته وأيضا تحقيق نتيجة إيجابية. هو يريد أيضا تحقيق على الأقل ضمان في المركز الثاني كأفضل خمس منتخبات تحقق المركز الثاني. كرة تلعب كولاي، محاولة للأمام باتجاه المرمى ولكن في صافرة ورايه وتسلل على اللاعب موشوماد ميرزا بعدما تلقى التمريرة الذكية من اللاعب محمد كولاي عامل عمل كبير مع سيدان في وسط الميدان لصنع الألعاب لفضل هينجا. موشوماد ميرزا منتخب أستراليا الذي يحاول تحقيق نتيجة إيجابية. إلى أيضا الطرف الأيسر، محاولة وسط الميدان، العودة لمنتخب أستراليا في الخط الخلفي الذي يعاني من سرعات محمد كولاي وموشوماد ميرزا وهينجا وكولاي وسيهيدان وجازاني وفلورا شوستا. هينجا محاولة انطلاقة بالطرف الأيمن، منتخب اندونيسيا الذي يحاول الى الامام ولكن ايضا تتخلص. لاحظ على المنتخب الاندونيسي يلعب بجماعية، يتحرك وبالهجوم كدفعة واحدة. تاتا محاولة ولكنها مرت، تمريرة وتسديدة قوية تأتي بجانب القائم الأيسر من اللاعب أنثوني ديدوليكا مهاجم خطير مع أميلاني تاتو. لاحظ تاتو فعل كل شيء، تاتو وفي كل مباراة وشاهدناه في الجولتين الماضيتين، هذا الأسمراني الجميل مهاجم منتخب أستراليا تاتا. كرة اللعب مبعدة من أيضا اللاعب دانيال ألفريدو أزكاروان ماثيو باكر، تبقي إلى تشارلي باركر، إلى كوتوليتشي، إلى بوليلا غاربوفسكي. محاولة إلى وسط الميدان، انطلاقة سريعة لمنتخب أندونيسيا. ما يميز المنتخب الأسترالي طول القامة والقوة الجسمانية، لكن مهارات منتخب أندونيسيا والروح الجماعية واللعب كفريق وككتلة تتحرك مرة بالهجوم ومرة بالدفاع، وهذه الطريقة طرق الكرة الحديثة اللي ينتهج المدرب نوفا أريناتو.
كرة اللعب الآن. محاولة لمنتخب أستراليا. العودة في الطرف الأيسر إلى كوتوليتشي. إلى الأمام. لا زالت المحاولة قائمة خطيرة في منطقة ال 18 ولكن الإبعاد. إلى الأمام. إلى ميرزا. ولكن الرقابة من اللاعب كريستيان بوليلا. يلعب كأساسيا في هذه المقابلة. رأينا في اللقاء الماضي مع أمام منتخبنا الوطني الأزرق للناشئين قادر البطولة، مع أنه قدم مباراتين في الجولتين الماضيتين، ولكن العبرة بالأهداف والعبرة بالخواتيم، وعلينا التركيز على الأخطاء ونقاط الضعف حتى يتم تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، يكون لك المنتخب اللي 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 يرفع اسم البلد، يرفع اسم بلدنا الكويت في أيضا المحافل الدولية. براد مالوني المدرب الأسترالي، جماهير أستراليا الحاضرة، جماهير أندونيسية حاضرة وبقوة، نظرا للجالية الأندونيسية الكثيرة والكبيرة. خطأ لصالح منتخب أستراليا على التنفيذ الآن. محاولة رأسية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، تبقى إلى ضربة مرمى للحارس رابع القاسيمي. هذين المنتخبين اللي يتنافس ويتنافسان على البطاقة الأولى والثانية من المجموعة أيضا السابعة. انطلاقة سريعة بوليلا ولكن أيضا الإبعاد تتخلص، تبقى إلى نيكولاس ألفارو. مقطوعة سريعة وفي خطأ لصالحي المهاجم الخطير والخطير جدا. فلورا شيستا والتحذيرات بالهدوء مع الكابتن ماك نيكول. توجيهات وتحذيرات من الحكم العربي السعودي خالد الأحمري لماك نيكول وفلورو شيستا. التركيز والهدوء وعدم العصبية والتحلي بالروح الرياضية. هنا محاولة التقدم الآن، عرضية إلى ألفاريدو. هنا محاولة ميرزا إلى هينجا ولكن أيضا تتخلص من المهاجم ديديو ليكا إلى إلاب أنست أتاسيو. خطأ لصالح منتخب أستراليا. محاولة عالية إلى تاتو. تاتو في الجهة اليسرى ولكنها طالت على أميلاني تاتو إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. خطير هذا الأسمراني، خطير هذا الأسمراني اللي قدم مباريات ممتازة للغاية تحديدا في الجولتين الماضيتين. أمام جزر الماريانا وأمام منتخبنا الأزرق اللي غادر التصفيات ضمن هذه المجموعة، المجموعة السابعة. كما ذكرت التصفيات في 10 مدن تستضيف 10 مجموعات، يتنافس 44 منتخبا آسيويا للناشئين.
من بينها 10 منتخبات عربية سوف تستضيف النهائيات المملكة العربية السعودية في الثالث وحتى 20 من شهر أبريل لعام 2025 العام القادم في هذه التصفيات التي بدأت في 19 من هذا الشهر والختام اليوم. كرة اللعب إلى تاتو تبقى لصالح منتخب أستراليا. كل توفيق للمنتخبات العربية والخليجية في المجموعة الأولى. نتمنى التوفيق لمنتخب سوريا والأردن مع إيران وهونغ كونغ، وفي المجموعة الثانية التي تأتي لأفغانستان وكمبوديا وبنغلاديش والفلبين وماكاو. في المجموعة الثالثة نتمنى التوفيق للمنتخب البحرين، يأتي ضمن قائمة منتخبات كوريا الجنوبية والصين وبوتان وجزر المالديف، المجموعة الرابعة التي تضم الهند وتايلاند وتركمانستان وبروناي، المجموعة الخامسة كل الأمنيات والتوفيق للمنتخب العراقي والمنتخب الفلسطيني بصحبة أوزباكستان وتايوان، المجموعة السادسة الذي نتمنى التوفيق للمنتخب القطري الشقيق واللي يأتي ضمن منتخبات اليابان ومنغوليا والنيبال، كل الأمنيات في المجموعة الثامنة بالتوفيق للمنتخب العربي الإماراتي مع لاوس وماليزيا. اليمن في المجموعة التاسعة هم يعني يأتي ضمن فيتنام وغرغستان وماينمار. هنا المتابعة إلى الأمام والمحاولة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. في المجموعة العاشرة الأخيرة منتخب سلطنة عمان يأتي، هنا المتابعة يأتي ضمن سنغافورة وغوام وطاجكستان المنتخبات العربية والخليجية. وسط سيطر منتخب أستراليا في هذه اللحظات 32 دقيقة مرت على أحداث الشوط الأول. بطولة وتصفيات كأس آسيا اليوم يوم الختام في هذه المجموعة السابعة التي نستضيفها وتستضيف دولة الكويت هنا في استاد الشيخ عبد الله الخليفة بنادي اليرموك. كرة اللعب الآن، محاولة عكسية، الحذر من سرعة المنتخب الأندونيسي ويكسب خطأ خطير هذا اللاعب محمد كولاي، والبطاقة الصفراء على اللاعب الواضح ألكسندر غاربوفسكي ينال البطاقة الصفراء. لاحظ الكرة المهدرة والهدف الحقيقي الذي يضيع على منتخب أستراليا، لكن سرعان وعملية التغيير والتبديل وتغيير اللعب خطأ لصالح منتخب أندونيسيا. منتخب الأندونيسي يحاول على تنفيذ الخطأ الآن. إفلورا شيستا محمد كولاي على التنفيذ، مهارات عالية للاعبي منتخب أندونيسيا. كولاي إفلورو شيستا على التنفيذ الآن الخطأ. هنا كولاي، أوه الفكرة الجميلة، كأنك ترى لاعبين كبار، كأنك ترى لاعبين لديهم الخبرة الكافية، كأنك ترى 25 27 30 أصحاب خبرة
كأنك ترى حقيقة. أساسيات واضحة. لعل السؤال ولعلك تسأل نفسك شو اللي وما هو المهم في صقل أو إنتاج أو تدريب أو خلق أو صنع فريق تحت 17 عام؟ شنو المهم فيه؟ هو تأكيد للأساسيات التي تلقوها منذ الصغر، منذ 13 سنة و14 سنة و15 و12. هنا يأتي التأكيد، هنا يأتي التدريب وأيضا المباريات لكي يكون لاعبا ناضجا. عندما يأتي في الفريق الأول ويتعدى 23 عام تجد مختلفا اختلافا كليا، اختلافا كليا على مستوى القوة الجسمانية، الطول القامة، المهارات، النضج، الخبرة، القوة، أسباب كثيرة وكبيرة في خلق منتخب لربما يكون في القادم من الأيام محاولة منتخب أستراليا، ولكن حارس المرمى، برافو على حارس المرمى رافا الكاسيمي، ويا سلام على ديدوليكا المهاجم الوحيد في المقدمة. تصوروا تحت 17 عام، يعني ممكن يكون 16 و 15 سنة، تحت 17 عام يعني عطى تقريبا 6 سنوات تجد لاعب مختلف، تجد في الدوريات الأوروبية، الدوري الإنجليزي، الألماني، الإسباني، الإيطالي، الهولندي، حتى في الدوري الأسترالي تجدون هؤلاء اللاعبين في دوري أبطال آسيا لربما. وتذكروا جيدا تاتو وماك نيكول وتشارلي باركن وبوليلا وكوتوليتشي. وهنا محاولة، الأسماء التي أنا أراهن عليها كثيرا لأني رأيتها في اللقاءات الماضية، في اللقاءين الماضيين وفي الجولتين الماضيتين. كوتوليتشي، جماهير عريضة كبيرة كثيرة، في أيضا حاضرة لتقديم السبورت والدعم والتحفيز المستمر منذ الساعة الخامسة عصرا. 38 دقيقة مرت على أحداث شوط المباراة الأول، ولا يزال التعادل السلبي ما بين الفريقين. من سيخطف، من سينال البطاقة المؤهلة المباشرة عن المجموعة السابعة؟ الله، 6 نقاط لكل من المنتخبين، ولكن بفارق الأهداف لأستراليا. كون أستراليا فاز على منتخب جزر الماريانا ب 19 هدف، وإندونيسيا ب 8 أو 9. فارق 10 و 11 هدف. وأيضا إندونيسيا الذي سجل على منتخبنا هدف، أستراليا سجل بالثلاثة مقابل هدف، بلس هدفين، بلس هدف أمام الأزرق، واحسب الفارق مع منتخب جزر الماريانا. إذن للصدارة وبفارق الأهداف لأستراليا، ولكن 6 نقاط لكل من المنتخبين. تسعة وثلاثين دقيقة مرت على أحداث شوط المباراة
للقاء منتخب أستراليا ومنتخب إندونيسيا تحت 17 عام. عندما تشاهد منتخب أندونيسيا وما فعل في مستوى ممتاز أمام المنتخب السعودي في الفريق الأول والتعادل في تلك المباراة، مع قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعيين المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 22. أستراليا محاولة خطأ لصالح المنتخب الأسترالي 40 دقيقة. مرت على أحداث شوط المباراة الأول ولا يزال التعادل السلبي بهذه النتيجة، وإذا ما استمر الشوط الثاني وهذا اللقاء بهذه النتيجة فإن البطاقة المباشرة والمتصدر للمجموعة السابعة هو أستراليا. على تنفيذ الخطأ الآن ماك نيكول، توجيهات وتحذيرات ما بين تشارلي باركن وسيهيدان. نازاريل سيهيدان مع تشارلي باركن. على تنفيذ الآن ماك نيكول كابتن وقائد المنتخب الأسترالي، على تنفيذ الخطأ الآن عودة سريعة، محاولة إلى الأمام، المتابعة إلى الأمام، انطلاقة سريعة الآن، اثنين مقابل ثلاثة، اثنين مقابل ثلاثة، محاولة ولكن في صافرة ورايا وتسلل. المنتخب الأندونيسي يعتمد على الهجمات العكسية المباغتة. هذا النهج من نوفا آريناتو المدرب الأندونيسي، نوفا آريناتو الذي يحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسترالي براد مالوني. دقيقتين الوقت المتبقي من الوقت الأصلي، ولا يزال التعادل المخيم بهذه الأجواء في استاد عبد الله الشيخ عبد الله الخليفة. تشارلي باركن إلى ماك نيكول، محاولة يا سلام، المتابعة عن المنتخب الأندونيسي هائلة كبيرة وعالية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أتوقع إذا استطاع منتخب أندونيسيا بإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي سوف تكون، أو لربما تكون الكلمة الأخيرة في الشوط الثاني. ولكن ما يميز منتخب أستراليا أن لديه الصبر الكافي والهدوء والتركيز، وهذا ما يميز اللاعبين الأوروبيين. أستراليا يعني
كأنك ترى البريطانيين، كأنك ترى اللاعبين في الدوري الإنجليزي. لديهم التركيز والصبر والهدوء في صنع الهجمات، صنع الألعاب، التمريرات. هذا الهدوء اللي يخلق منتخب قوي. دقيق الوقت البدل الضايع المحتسب من الحكم الرابع عمار أبو علوة، الحكم السوري، الحكم الرابع. كرة اللعب الآن، دقيق الوقت البدل الضايع، انطلاقة سريعة إلى ماك نيكول، إلى ديدوليكا، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أنتوني هذا اللاعب ديدوليكا، طول قامة لكن القوة الجسمانية يحتاج إلى تدعيم واضح، لكن أنت تتحدث تتكلم عن أعمار تحت 17 عام. محاولة عالية، انطلاقة سريعة، الحكم السعودي السيد خالد الأحمري، محاولة إلى الأمام، هنا أيضا المتابعة، السرعة العالية لا زالت لميرزا، موشوماد ميرزا، وهنا يعلن الحكم السعودي السيد خالد الأحمري عن نهاية الشوط المباراة الأول بالتعادل السلبي ما بين منتخب أستراليا وأندونيسيا في الجولة الثالثة الختامية لتصفية كأس آسيا. استراحة قصيرة وأعود إليكم في بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل أينما كنتم. هنا العودة الثانية للقاء منتخب أستراليا ومنتخب أندونيسيا الذي انتهى شوط المباراة الأول بعدما رأينا التعادل السلبي ما بين المنتخبين. منتخب أستراليا باللباس الأصفر على يمين السادة المشاهدين، ومنتخب أندونيسيا باللباس الأحمر على يسار الشاشة في شوط المباراة الثاني، بعدما رأينا شوط لربما جاءت أفضليته نسبيا لمنتخب أستراليا مع اعتماد المدرب نوفا أريناتو المدرب الأندونيسي على الهجمات العكسية السريعة. لكل من يتابع منتخب أندونيسيا في حراسة المرمى، وهنا إعادة لتشكيلة المنتخبين. رافا القاسيمي في حراسة المرمى، دانييل ألفاريدو ظهير أيمن، ظهير أيسر آزاك روان، ماثيو أباكر، بوتو أريوان قلبي الدفاع، محمد كولاي وسط الميدان مع سيهيدان وفلورا شيستا، محمد جزاني في منتصف الميدان، وفي المقدمة فضلي هينجا وموشومات ميرزا. هذه الأسماء التي جاءت من المدرب الأندونيسي نوفا أريناتو. المنتخب الأسترالي بقيادة المدرب براد مالوني، جاي أغورافيتش في حراسة المرمى، تشارلي باركن، غاربوفيسكي، بوليلا، كوتوليتشي، مالتيز، ماك نيكول، نيكولاس ألفارو، وأنستيتاسيو، وأيضا ديدوليكا والأسمراني الخطير وهداف المنتخب الأسترالي أميلاني تاتو. هذه الأسماء التي جاءت ما بين الفريقين بعدما رأينا الشوط الأول والقيادة الممتازة للحكم السعودي السيد خالد الأحمري، قيادة ممتازة للغاية. ما بين الفريقين بدأ المنتخب الأسترالي يلعب
بهدوء أكثر وبثقة أكبر وبتركيز أكثر، لأن الصدارة للمنتخب الأسترالي بست نقاط ولكن بفارق الأهداف. المهم صدارة المجموعة السابعة، تحقيق المركز الأول والتأهل وضمان التأهل إلى نهايات كأس آسيا التي سوف تقام في المملكة العربية السعودية في 23 من شهر أبريل لعام 2025. كرة اللعب الآن، محاولة للمنتخب الأندونيسي. نازاريل ساهيدان كما ذكرت عشر مدن تستضيف عشر مجموعات ل44 منتخبا آسيويا للناشئين، بينها عشر منتخبات عربية. تصفيات كأس آسيا التي بدأت في 19 من هذا الشهر حتى هذا اليوم، اليوم ختام التصفيات للاعبين لناشئين تحت 17 عام. يعني تتحدث وتتكلم عن أعمار هذه البطولة، أعمار هذه البطولة من مواليد الأول من شهر يناير لعام 2008 وما بعد، تحت 17 عام، مواليد 2008 شارك. يعني الطريقة اللي ينتهجها إلى الآن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عملية طريقة وأسلوب التأهل هو نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس المنهج لأيضا تصفيات كأس آسيا تحت 20 عام للشباب اللي رأيناه قبل أسابيع على هذا الملعب، واللي كان الأزرق قاب قوسين أن يكون متأهلا إلى تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عام في الصين، ولكن قدم ما عليه. أتمنى التوفيق للأزرق للشباب وللناشئين وللفريق الأول، ولدينا استحقاق أيضا قادم في 14 من شهر نوفمبر الشهر القادم أمام كوريا الجنوبية، وفي 19 أيضا من شهر نوفمبر جولة الرابعة، محاولة ولكن لحارس المرمى. بالمناسبة يعني إذا كان الحديث عن المنتخبات التي تشارك في نهايات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عام، إجمالي هو المنتخبات 15 منتخب، 10 منتخبات صدارة المجموعات العشرة أصحاب المراكز الأولى، ثم أفضل 5 منتخبات تحقق المركز الثاني. المركز السادس عشر هو المستضيف للبطولة المملكة العربية السعودية، يتأهل من 16 منتخب في نهايات كأس آسيا، يتأهل 8 منتخبات تتأهل إلى نهايات كأس العالم التي سوف تستضيفها قطر في نهايات كأس العالم للناشئين لعام 2025 التي تستضيفها قطر كما ذكرت في الصيف القادم بمشاركة 24 منتخبا، ولأول مرة يستضيفها قطر. وسط الميدان لمنتخب أستراليا، المنتخب الأسترالي يلعب بهدوء. لاحظ البرود في التمرين، ربما التوجيهات جاءت من المدرب براد مالوني، العب على الراحة وبهدوء وبتركيز، لأن التأهل أنت ضامن بفارق الأهداف. فارق الأهداف 6 نقاط، ضامن التأهل كأول المجموعة السابعة. لاحظ
لاحظ التمريرات، يريد جلب لاعبي اندونيسيا، وبنفس الوقت هو متصدر ومتأهل حتى هذه النتيجة رسميا فارق الأهداف عن منتخب اندونيسيا صاحب المركز الثاني الذي يذهب لمنافسة على أفضل خمس منتخبات تحقق المركز الثاني. دش في منوال ودش في حسبة لكن أستراليا هذه النتيجة ضمن التأهل عن هذه المجموعة. لاحظ الكرة لم تتعدى يعني تقريبا 10 دقائق لم تتعدى وسط الميدان، كون الكرات والتمريرات ما بين اللاعبين بين لاعب المنتخب الأسترالي هذا تاتا عاملاني تاتا إلى خارج أرضية الملعب. نتابع الآن مشاهدينا الكرام كريستيان بوليلا منتخب أستراليا قتل المباراة بعكس ما رأينا في الشوط الأول. الكرة سريعة لكن مالوني لا يريد المخاطرة ولا يريد المجازفة. عملية التركيز والهجوم وباللعب بشكل وبضغط هجومي واضح لا يريد هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب سلاح ذو حدين خوفا من أن يأتي هدف في مرماك ومن ثم تفكر كيف تتخلص وتعادل النتيجة. هو لا يريد أن الخوض في مثل هذه الحسابات وفي المغامرة وفي عملية الرسك الواضحة. هنا المتابعة لمنتخب اندونيسيا، متابعة انطلاقة سريعة عكسية، هل هو يتقدم الآن منتخب اندونيسيا؟ اندونيسيا الآن لأيضا كالوني وأيضا كازاني ضاعت ذهبت وببطء واضح. لاحظ الكرات السريعة تحتاج لمبادرة سريعة. في عملية الوصول السريع للمرمى أغانوفيتش. متابعة إلى آدي دوليكا. المهاجم في تشكيلة منتخب أستراليا أزاكاروان، فابيو أزاكاروان، والمدرب نوفا أريناتو يفكر ما هي الحلول، ما هي الطريقة المثلى والمطلوبة لتسجيل هدف في مطلع الشوط الثاني. أغانوفيتش إلى تشارلي باركن، جارابوفيسكي، بوليلا، كوتوليجي إلى كريستيان بوليلا، جاربوفيسكي إلى نيكولاس ألفارو، جاربوفيسكي إلى بوليلا، باركن. لاحظ الرباعي أين تشارلي باركن وجاربوفيسكي وبوليلا وكوتوليجي، أسماء أربع مدافعين. 10 دقائق أو 8 دقائق ذهبت تقريبا لنفس المكان. هو يريد أن يسحب ويجلب لاعب المنتخب الأندونيسي في
بمنتصف الميدان لكي يتخلى عن مناطقه وبالتالي يبادر للهجوم. معظم المدربين اللي رايناهم كونك ضامن التاهل والمركز الاول الى الان يقول لك ليش المغامره؟ ليش المخاطره؟ العب تمريرات بهدوء وباريحيه، العب على الواقف كما يقولون، العب على الواقف واكتسب الوقت، والوقت يمر بطيئا على منتخب أستراليا وسريع وسريع جدا على منتخب أندونيسيا. أندونيسيا يريد تحقيق الفوز في هذه المباراة، يريد الصدارة والمركز الأول، لكن ما يعجبني في هذه المنتخبات أندونيسيا، تايلاند، فيتنام، تايوان، هونغ كونغ، المنتخب الهندي، سنغافورة، النيبال، ماليزيا، هذه المنتخبات المتطورة حقيقة في الآونة الأخيرة نشاهد كما تسمعون صيحات والأغاني والأناشيد والأهازيج لجمهور منتخب أندونيسيا التي جاءت منذ الساعة الخامسة في استاد الشيخ عبد الله الخليفة بنادي اليرموك. أستراليا قطر المباراة، قطر المباراة، المنتخب الأسترالي تقريبا ربع ساعة الأولى مرت بنفس الأسلوب وبنفس الطريق، تناول وتبادل وتمريرات ما بين لاعبي ومدافع المنتخب الأسترالي. المنتخب الأندونيسي محاولة إلى الأمام، لصالح منتخب أندونيسيا إلى خارج أرضية الملعب لصالح اللاعب محمد كولاي أو لهذا اللاعب موشومات ميرسا. من اللاعب الواضح عاز كروان إلى الكابتن بوتو أوريوان، محمد جازاني، عاز كروان، أوريوان، بوتو، دانييل ألفاريدو، كرة اللعب الآن. منتخب الأندونيسي فاز على منتخبنا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، فاز على جزر الماريانا. منتخبات كما ذكرت المشاركة لعشر مجموعات بواقع 44 منتخبا. انطلاقة سريعة الآن، محاولة موشاد ميرزا، ولكن المتابعة لا زالت المحاولة قائمة من اللاعب دانييل ألفاريدو. استعجل فيها كثير ألفاريدو، عكسية من موشاد ميرزا. أعود وأقول للمنافسة بأربعة وأربعين منتخبا في عشر مجموعات، عشر مدن، ست مجموعات تتكون من أربع منتخبات، هذه العشر مجموعات، ست مجموعات تتكون من أربع منتخبات،
مجموعة واحدة من ثلاث منتخبات، ثلاث مجموعات من خمس منتخبات بنظام التجمع اللي كما ذكرت عنه، واللي يتأهل وأعود وأقول يتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة عشر منتخبات بجانب أفضل خمس منتخبات تحقق المركز الثاني. حقيقة طريقة واضحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عملية توسيع المنتخبات على 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 تصنيف، التصنيف الأول والثاني والثالث والرابع حسب نتائجه، حسب مبارياته، تحقيق البطولات مثل ما رأينا في تصفيات كأس العالم، ثلاث مجموعات تنافس. نتمنى التوفيق لمنتخبنا للفريق الأول الذي تعادل أمام الأردن وتعادل أمام فلسطين والعراق وخسر أمام المنتخب العماني في أربع جولات ماضية، الجولة الخامسة القادمة في الرابع عشر والتاسع عشر من شهر نوفمبر. أربعة وستين دقيقة، عشرين دقيقة على مشارف العشرين دقيقة الأولى من الشوط الثاني. في هذه المتابعة في عملية الوصول لمحاولة المنتخب الاندونيسي، لا يريد مع مدرب نوفا أريناتو الدخول في حسابات في عملية أيضا المركز الثاني والأول. إلى الآن يتصدرها المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف. 20 دقيقة بالكمال والتمام، وأستراليا الذي يلعب بهدوء واضح قاتل، هدوء ليقتل لحظة، قتل المباراة. يريد المنتخب الإندونيسي أن يخرج أيضا الوصول إلى كأس نهائيات كأس آسيا التي تقام في المملكة العربية السعودية في الثالث حتى العشرين من شهر أبريل لعام 2025 العام القادم. كرة اللعب انطلاقة سريعة، محاولة ولكن الإبعاد. يحتاج المنتخب الاندونيسي موشمات ميرزا في عملية الكرات العكسية السريعة. التبديل الآن، يغادر ديدوليكا ويأتي اللاعب نايلر. نايلر يأتي بديل لديدوليكا، وهنا نيكولاس ألفارو. جماهير حاضرة أندونيسية تساند منتخب بلادها للناشئين. بوتو أريوان، أزاكا أراوان، بوتو أريوان، فابيو أسكروان إلى بوتو. الكرات العكسية
في وقت يمضي سريعا على منتخب أندونيسيا، وبطيء وبطيء جدا على منتخب أستراليا. منتخب أستراليا يريد انهاء الشوط الثاني والمباراة بهذه النتيجة. يلعب بهدوء، ضامن النتيجة وضامن التأهل. ليش يبادر؟ لماذا يغامر؟ لكن على المنتخب الأندونيسي أخذ زمام المبادرة. حتى المنتخب الأندونيسي يقول لك أخذ نقطة من أستراليا وسبع نقاط، وبالتالي لربما تجعلني من ضمن الخمس منتخبات. في عملية التأهل ضمن خمس منتخبات تحقق المركز الثاني، ليش لا؟ لكن أنا لا أعلم نتائج المجموعات المتبقية، هي عشر مجموعات. على كوريا الشمالية وإيران وسوريا وهونغ كونغ والأردن، المجموعة الأولى العراق وفلسطين وأوزبكستان وتايوان، في المجموعة الخامسة الإمارات ولاوس وماليزيا، المجموعة الثامنة هذه ثلاث منتخبات فقط، لأني كما ذكرت واحدة هي مجموعة الواحدة، المجموعة الثامنة هي ثلاث منتخبات، وهناك ست مجموعات تتكون من أربع منتخبات، وثلاث مجموعات تتكون من خمس منتخبات موزعة حسب التصنيف. نوفو أريناتو مدرب محترم حقيقة، اللي غير من شكل منتخب أندونيسيا. محاولة عالية، المنتخب الأسترالي يريد، ونحن نسير في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الشوط الثاني. كريستيان بوليلا إلى تاتو، تاتو هداف المنتخب الأسترالي للناشئين. محاولة لصالح منتخب أستراليا، الحكم خالد الأحمري. هنا بعض الجماهير الأسترالية الحاضرة، لاحظ الهدوء، والله حتى اقتلوا اللعب حقيقة. جماهير أندونيسيا الحاضرة الكثيرة، ديدوليكا وميلنر مالتيز، قائمة البدلاء كاسابي، باستون، بينيفيلد، أوليفير، إيلال، غاروروسكي. الكانغارو الأسترالي يعني لكل منتخب هدف تارجت. أستراليا تريد الصدارة بهذه النتيجة وبهذه الوضعية، يعني ماشية تمام، أمورهم طيبة، صدارة والتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا. يبقى منتخب أندونيسيا أيضا بهذه النتيجة يكسب نقطة، سبع نقاط، وبالتالي هل ستكون السبع نقاط كافية
للمدرب نوفا أريناتو في تحقيق التأهل من أيضا من خمس منتخبات تحقق المركز الثاني. والله يعني الأمور ليست بالواضحة. لاحظ المدرب أريناتو يطالب لاعبيه بالتقدم، اقتلوا المباراة. لاحظ المفروض يلعب حتى يعني مشاهد مباراة، ولكن هو يتحرك ويلعب باللي خدمه، يخدم كلام المدرب وطريقته والتاهل. ليش يغامر؟ ليش ياخذ زمام المبادرة؟ إذا أردت زمام المبادرة فبادر، إذا أردت زمام المبادرة فبادر. نتابع جماهير أندونيسية حاضرة كثيرة، حتى والله احنا ملينا. هذه الطريقة قانونية، يعني حتى الحكم يعني طريقة قانونية وسليمة ولا فيها أي شوائب ولا أخطاء ولا قانونا، ما دام الكرة تتحرك ما بين أقدام لاعبي الفريقين أو الفريق ما عندك مشكلة. لكن على منتخب اندونيسيا المبادرة الآن. لاحظ الصيحات لجماهير منتخب اندونيسيا التي تخاطب وتنادي لاعب منتخب اندونيسيا في المبادرة، والضغط في الهجوم. نتابع. والله قتل المباراة 30 دقيقة، تصوروا يمكن ما لعبنا اللي يمكن 3 دقائق 4 دقائق. لكن تصوروا 30 دقيقة بنفس الطريقة، تمريرة تشار باركن، جاربوفسكي، بوليلا، كوتليتشي، الفارو، أربعة يعني ثلاث لعيبة أربعة. لابد أن يبادر منتخب اندونيسيا، لكن كأن المدرب نوفا أريناتو راضي على النقطة الوحيدة، 7 نقاط. ولكن هل تؤهلك إلى نهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية؟ العام الجديد عام 2025 شهر أبريل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عاما جميلا مليئا بالخيرات، مليئا بالاطمئنان، بالأمن والأمان على الشعوب الخليجية والعربية والعالمية. يحفظ الله بلدنا كل مكروه، وننعم في نعمة الأمن والأمان تحت ظل قائدنا وأميرنا شيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه وولي عهد الأمين، والشعب الكويتي الكريم، هذه البلد الطيب، بلدنا المعطاء. نتابع الآن 13 دقيقة تفصلنا مشاهدينا الكرام عن نهاية المقابلة والمباراة
المنتخب السعودي الذي سوف يشارك في نهايات كأس آسيا كون مستضيفا للبطولة. وبالمناسبة المنتخب السعودي الفائز بلقب البطولة مرتين من قبل عام 85 و88 مرتين حققها المنتخب السعودي. استضاف إذا ما خانتني الذاكرة المنتخب السعودي في عام ما بعد عام 1992، لكن البطل البطولة السابقة هو المنتخب الياباني. المنتخب الياباني اللي حقق البطولة السابقة في عملية أيضا مرة الشوط الثاني بأكمل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبقتل المباراة والمقابلة. إلا إذا كانت أخبار قادمة لمنتخب إندونيسيا عن النتيجة بسبع نقاط تخدمك في أيضا الوصول لأفضل خمس منتخبات تحقق المركز الثاني، وبالتالي حتى الجماهير التي تساند وتشجع في هذه المباراة هل تعي الوصول إلى نهايات كأس آسيا أندونيسيا؟ هل يكون المركز الثاني من هذه المجموعة المجموعة السابعة؟ والله كل شيء وارد، كل شيء وارد في هذه المجموعة، المجموعة السابعة. والتعادل السلبي ما بين الفريقين في عشر دقائق متبقية. مالوني وأريناتو يتابع، مالوني وأريناتو يتابعان بإضاعة الشوط الثاني والمباراة. أتوقع والعلم عند الله أن منتخب إندونيسيا هذه النتيجة تخدمه في المنافسة على المركز الثاني لأفضل خمس منتخبات تحقق المركز الثاني. وبالتالي هو لا يبادر، لا يبادر في هذه المباراة وفي الشوط الثاني. الحكم السعودي خالد الأحمري يناظر، مريحين اللعيبة على الآخر، ينتظرون الوقت يمر. 82 دقيقة يعني 8 دقائق متبقية، تمر بالعرض وبالطول، تبقى أستراليا المتصدرة وصاحب المركز الأول في المجموعة السابعة. حتى اللعيبة يعني ما تحرك كثير. الشوط الثاني هذا السيناريو وهذا المنوال. ماك نيكول باركين، توجيهات المدرب مالوني
براد مالوني، آريناتو مدربي اندونيسيا. نتابع الآن الكل يعني يتابع، ينتظر الوقت يمر وسيمر، هذا الوقت سيمضي، هذا الوقت سيمضي، الوقت يمر. 7 دقائق مشاهدينا الكرام متبقية والنتيجة سلبية. الأسترالي قتل المباراة، 7 نقاط لكل من المنتخبين، لكن بفارق الأهداف لأستراليا. إذا صاحب المركز الأول والمتصدر والمتأهل إلى نيادي كأس آسيا هو المنتخب الأسترالي عن المجموعة السابعة، وبانتظار المجموعات 9 المتبقية ماذا ستؤول إليه الأمور والنتائج. بس أمر غريب حقيقة لمنتخب أندونيسيا، لم يبادر. لاحظ هذا السيناريو منذ انطلاقة الشوط الثاني تقريبا، لم يبادر، وكأن الوضعية بالنسبة لأندونيسيا جيدة، 7 نقاط جيدة، ولكن السؤال هل ستكون من ضمن 5 منتخبات تنافس على المركز الثاني؟ هذا هو السؤال. حتى عندما رأينا تصفيات كأس آسيا لمنتخب الشباب تحت 20 عاما قبل أسابيع، منتخبنا حقق نتائج جيدة، ولكن انتظرنا لساعات بعد انتهاء جميع المباريات في 10 المجموعات التي أقيمت فيها التصفيات حتى نعرف من هو المتصدر، من هو صاحب المركز الأول والمركز الثاني، وأفضل 5 منتخبات حققت المركز الثاني. وبالتالي الآن يتبين بطريقة المدرب براد مالوني. آريناتو ينادي، آريناتو وكأنه راضي، يوجه لاعبيه لمنتخب أندونيسيا. الفريقان لربما اقتنع بهذه الوضعية وبهذه النتيجة وبهذه النقاط والمركز الثاني والأول ولربما، لكن لا أعرف، لا تضمن الأمور. 10 مجموعات، هناك مجموعات يعني سهلة جدا، المجموعة الثامنة التي تضم لاوس ومنتخب الإمارات ومنتخب ماليزيا، من المجموعات اللي 3 منتخبات فقط، فهي سهلة. لكن إذا ما فرضنا هذه المجموعة 7 نقاط، الفوزين متتاليين في الجولة الأولى والثانية، قتل المباراة حقيقة. 3 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني والمباراة، وأتوقع حتى الحكم السعودي خالد الأحمري أتوقع حتى لا يوجد وقت بدل ضايع، لأن الكرة لم تقف، ولكن بين أقدام لاعبي منتخب أستراليا، بين دفاعي منتخب أستراليا، حتى ما وصلت الهجوم أو الوسط. نتابع الآن انتظارا للوقت الأصلي، الوقت الأصلي يمر،
ما بين لاعبي وبين أقدام منتخب أستراليا. دقيقتين، لكن هل يكون هناك وقت؟ حارس مرمى المنتخب الأندونيسي رافا، باركن، الوضعية النهائية، ماك نيكول المتصدر والمتاهل في المركز الأول عن المجموعة السابعة منتخب أستراليا، وصاحب المركز الثاني منتخب أندونيسيا 7 نقاط. لكن هل ستؤهل منتخب أندونيسيا؟ هنا الكلام. نتابع المحاولة ما بين أقدام الفريق لاعبي منتخب أستراليا. دقيقة، وقت الأصلي المتبقي منه دقيقة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل على القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، جماهير أندونيسية لم تهدأ منذ الساعة 5 المبادرة انقطعت منذ الشوط الثاني. أيضا انتهى الوقت الأصلي 90 دقيقة بانتظار صافرة الحكم العربي السعودي السيد خالد الأحمري، وهنا يعلن مشاهدينا متابعينا الكرام بنهاية المباراة وبالتعادل السلبي ما بين منتخب أستراليا وأندونيسيا. أستراليا في المركز الأول وفي الصدارة والتأهل إلى نهاية كأس آسيا في السعودية في شهر أبريل القادم، وأندونيسيا في المركز الثاني ضمن أحداث المجموعة السابعة. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في لقاءات قادمة بحول الله تعالى. كان معكم إبراهيم الأشال، إلى الملتقى في لقاءات قادمة، مع السلامة.